الأعراض المضحة لمشكلة انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هي ظهور مشكلة الشخير، وهذه المشكلة تعد مشكلة مزعجة سواء للنائم أو للأشخاص من حوله. كيف يمكن أن يكون الشخير عرضاً وكيف يمكن أن يكون مرضاً بحد ذاته؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتي اليوم الدكتورة سمية الطوال باستشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة. حياك الله معنا دكتورة سمية. أهلا بك، يعطيك ألف عافية. دكتورة سمية، الشخير يمكن أنت بتخصصك من أكثر الأشخاص اللي بيجيكم للعيادة هم المرضى اللي بيعانوا من الشخير ومو عارفين شو السبب. أكيد. متى يكون الشخير مشكلة؟ يعني ممكن أنا أنام في ليلة يظهر صوت، لو صوت الشخير، ممكن في ليلة ثانية لا، ممكن بشكل مستمر، فمتى يعد مشكلة دكتورة؟ هلا بالنسبه لموضوع الشخير، الشخير هو عباره عن عرض لانسداد في مجرى النفس. طبعا هذا الانسداد بيكون مشكله في الانف، في تجويف الانف من بدايه مجرى النفس. يعني احنا مجرى النفس ببلش من فتحات الانف، تجويف الانف، منطقه خلف الانف، منطقه الحلق، المنطقه السفليه. طبعا هلا اي انسداد بهاي المنطقة أو تضيق، خلينا نحكي، بيؤدي لصدور هذا الصوت أثناء النوم. هلأ مفهوم الشخير هو عبارة عن مرور الهواء في مجرى النفس في مكان ضيق، نعم. فبيصدر عنا هذا الصوت المزعج. طبعا درجة الشخير أو درجة هذا الصوت تتحدد بمدى التضيق اللي بيصير عند المريض أثناء النوم. نعم. يعني علاقة دكتورة ما بين شدة الصوت وما بين درجة المشكلة؟ نعم. هلأ إذا كان عندنا التضيق جدا شديد فبيكون عندنا الصوت كتير عالي. هلأ إذا كان خفيف الانسداد فبيكون عندنا يعني صوت خفيف. هلأ بعض المرضى بيجي يعني بيحكي لك أنا لما أنام على ظهري بيصير عندي صوت شخير، أو لما أنام على جنبي خلص بيختفي هذا الصوت. طبعا هي حكينا مرتبطة بسبب المشكلة، وين أنا الانسداد بيكون عندي موجود؟ هل هو في تجويف الأنف مثلا ناتج عن انحراف وتيرة أنفية؟ نعم. ناتج عن تضخم قرنيات أنفية؟ ناتج عن مشاكل في الجيوب، وجود مخاط كثيف بمنطقة خلف الأنف بينزل عند المريض أثناء النوم؟ نعم. بسبب هذا الانسداد الجزئي. هل عند المريض في مثلا الأطفال مشكلة النامية الخلف أنفية اللي هي الأدينويد احنا بنسميها؟ هل هي ناتجة عن مشكلة سقف الحلق وتضخم اللوها؟ هل هي ناتجة عن مشكلة تضخم اللوزتين عند الأطفال والكبار بنفس نفس المشكلة ممكن انها تكون عند الأطفال وعند الكبار؟ هلا هذا الحكي بتحدد لما احنا طبعا نقيم المريض. نعم. تقييم المريض جدا ضروري في اي مريض بيعاني من الشخير اثناء النوم. هلا هاي الحاله بتتطور ليش؟ لانها بصير عندنا انقطاع التنفس الانسدادي، يعني المريض بيكون نايم بيكون عنده صوت شخير عالي جدا، ولكن ممكن هذا الحاله توصل انه يسكر النفس تماما، فبيصدر الصوت المريض كأنه اختناق. يس. هلا بيصدر المريض صوت ولكن هو ما بيعرف انه هذا اختناق، الا او ممكن المحيطين اللي حواليه ينبهوه على هذا الموضوع. يعني مثلا بيجي مريض، اذا المريض سمع صوت هذا الشخير ممكن يسمعه المريض. نعم. دكتوره هلا هذا بيصحى على شخرته، يعني احنا بنحكيها انه بيصحى المريض على الشخير. هاي اللحظه بيكون فيها وصل الانسداد لانسداد كامل، انقطاع النفس تماما، بيؤدي لنقص الاكسجين. طبعا لما في حاله احنا لما يصير عندنا انقطاع او انسداد كامل وانقطاع للاكسجين، القلب بحاجه للاكسجين. نعم. خلال 30 ثانيه اذا احنا ما وصل الاكسجين للقلب احنا ما في قلب، بتوقف، صح؟ نعم. ولا لا؟ هلا هاي الحاله تعطي رساله للدماغ انه يصحى الجسم، فبيصحى المريض. كتنبيه. يس. فبيصحى المريض، ممكن يسحق بهاي الطريقة يطلع هذا الصوت، أوكي؟ أو إذا كان في حدا بجنبه نايم ممكن يصحيه، لأنه بصير يصدر أصوات بيشبهها زي الأنين، أو إنه مش قادر إنه يطلع ياخذ نفس أبداً، عرفتي؟ هلأ هاي صارت تندرج تحت اسم
انقطاع التنفس الانسدادي هي بدايتها بيكون طبعا الشخير. يعني هي البداية بتكون شخير، بعدين بيزيد الانسداد، بعدين بصير عنا انقطاع التنفس أثناء النوم. طبعا هاي المشكلة بتكون ملاحظة اللي هي الانسداد اللي أدى للشخير، بيكون عند بعض المرضى اللي بتنبه لمشكلة التنفس أثناء النهار. نعم. يعني المريض اللي بتنفس من تمه بيكون عنده انسداد بالأنف، فعشان هيك ما عم بيقدر ياخذ نفس من الأنف، فبالتالي في شخير أثناء النوم، فبيواجه مشكلة الشخير. ليه؟ هلأ بنهار المريض بيكون ما بينتبه على حاله أنه بيتنفس من الفم. ليه؟ لأنه بيحكي، بياخد هواء بنفس، بياكل بياخد نفس، مش معتمد كتير على موضوع النفس من الأنف، فبالتالي ما بيميز هل أنا عندي انسداد بالأنف؟ لا. No. في عندي مشكلة بالتنفس، بتنفس من تمي ولا من أنفي، ما بيقدر يحدد المريض. بس ما بيحددها المشكلة أثناء النوم. هلأ أثناء النوم إيش طبيعي؟ إنه إحنا تمنا يكون مسكر، بدنا نأخذ نفس من الأنف. هلأ أي مشكلة بتجويف الأنف، سواء تضخم قرنيات أنفية، جيوب، لحميات أو ناميات خلف أنفية عند الأطفال، بتأدي لهذا الانسداد أو تضيق في مجرى النفس، فبالتالي بصير عندنا الشخير وممكن تتطور الحالة أكثر اللي هي انقطاع التنفس الانسدادي. هلأ زي ما حكينا إنه مهم بهذا الموضوع إنه إحنا نقيم المريض، تقييم يكون من الطبيب. اسمحي لي دكتورة قبل أن ألجأ إلى الطبيب، هل الصوت، إصدار الصوت أثناء النوم أمر طبيعي ولا بالضرورة هو شخير؟ أنا ممكن أتعب خلال اليوم، فبالتالي أنام وأنا زي ما بقولوا محدودة، فيطلع فعلا صوت شخير أثناء النوم، هنا يعد حالة مرضية دكتورة؟ هلأ ليش أنا مثلاً في أحد الأيام بيجي المريض بيقول لي ليش أنا بشخر في أحد الأيام؟ مزبوط. لما أكون تعبان أو ماكل كتير. هلأ هاي لها علاقة بامتلاء المعدة. أوكي. وضغط اللي يعني المعدة على منطقة الحجاب الحاجز، فبالتالي بصير عنا أكثر إشي اللي هي بتنوصف ضيق نفس أثناء النوم. أوكي. المريض ما بيعرف ينام لأنه معدته مليانة وضغط على الحجاب الحاجز، فبيضايقه بالنفس، وممكن يصير في عنده بعض يعني حموضة أثناء قبل النوم، فبالتالي هذا الإشي بيمنعه من النوم. هلأ الموضوع اللي هي أنه أنا ليش بشخر في بعض الأيام وأيام لا. هلأ أي انسداد، حكينا إحنا بتقييم المريض، أي انسداد بمجرى مثلا الأنف أو بمجرى الحلق، تمام، سقف الحلق، التعب إيش بيعمل عنا؟ هلأ إحنا التعب بدنا ندخل، الجسم بحاجة للنوم. نعم. لازم يدخل في مرحلة نوم عميق. هلأ مرحلة النوم العميق اللي إحنا بندخلها لحتى يرتاح جسمنا من هذا التعب، بتحتاج لارتخاء كامل بالجسم. نعم. هذا الارتخاء ممكن يزيد عندي الانسداد عند المريض. أوكي. فبالتالي بيصير عنده صوت شخير. مثلا إذا القرنيات الأنفية عنده كبيرة، الدخول في مرحلة النوم العميق أدت لارتخاء أكثر بمنطقة الأنف، ارتخاء القرنيات الأنفية، انسدادها للمنطقة الخلف أنفية أو سقف الحلق مثلا. أوكي. أنه أدى لارتخاء كامل العضلات، فبالتالي المريض لما يجي يدخل في مرحلة النوم العميق ببلش يصير عنده اللي هو الشخير، لأنه بصير عندنا ارتخاء أكثر. هلأ هاي الحالة ممكن إحنا نتفاداها بعض المرات إنه ما ناكل بوقت متأخر مثلاً، أو نروح يعني قبل النوم نستخدم مثلاً بخاخات للأنف، بخاخات التنظيف، نعقم الأنف، نستخدم بخاخات الكورتيزون اللي بتصغر حجم القرنيات الأنفية، وخصوصا إذا إحنا كنا طالعين في منطقة يعني أو دور خارج المنزل، إنه عم نشتغل في غبرة، في تلوث، شمينا روائح، شمينا دخنة السيارات، كل هاي الروائح أو هاي الأشياء هي عم تدخل على جهازنا التنفسي وعم تعمل احتقان داخل تجويف الأنف ومنطقة الأنف الداخلية، فبالتالي تتضخم الأغشية المخاطية واللي هي احنا نسميها دائما قرنيات أنفية، فبتزيد عندي الانسداد أكثر أثناء النوم المريض، لأنه دخل في مرحلة النوم العميق وأدت إلى ارتخائها. الشخير عند المرأة الحامل دكتورة أمر طبيعي؟ ناتج عن انسداد مجرى الأنف أو مجرى التنفس بشكل عام، عشان هيك مهم جدا، وبرجع بركز
مهم جدا لأي مريض بيعاني من مشاكل في النفس، سواء انسداد في الأنف، سواء شخير، سواء انقطاع تنفس أثناء النوم. وهاي الحالة بتؤدي إلى مشكلة إحنا بنسميها الأرق أو النوم السطحي. صحيح. المريض ما بيقدر يدخل في مرحلة نوم عميق. ليش؟ لأنه لما يدخل في مرحلة نوم عميق بصير عنده اختناق، اضطرابات في النوم بشكل عام، القلب رح يوقف، ما عنده أكسجين، الدماغ بيعطي إرسالات دائما للقلب إنه إصحى أو للجسم إنه إصحى، فبالتالي الدماغ بيبرمج جسمنا إنه إذا كان عندنا هاي المشكلة بيبرمج الجسم إنه ما يدخل في مرحلة النوم العميق ويضل دائما نومه سطحي أو متقطع، وبصحى الصبح مكسر تعبان وطول اليوم وراسه بجعه بينام وبحاول ينام أي وقت. ما هلأ في بعض الحالات للأسف الشديد ممكن إذا كان مثلا تاني يوم وظيفته كسائق بيجينا حالات إنه بيكون السائق نام خلال فقدان التركيز النوم هاي خلال عمله، فبالتالي ممكن تؤدي إلى كارثة. هلأ زي ما حكينا تقييم المريض أولاً وأخيراً، شو يعني تقييم المريض؟ يعني مثلاً أنت إجيتيني بتعاني من انسداد بالأنف أو مثلاً عندك شخير أو انقطاع نفس، نعم، وين بتتوجهي؟ هنا السؤال اللي أنا حابة أسألك إياه، تتداخل التخصصات ومن خلال برنامجنا دائماً أشدد في كل لقاء على أنه أعطي الخبز لخبازه. نعم. أنا لما يصير عندي انقطاع تنفس بصراحة أروح للصدرية ولا أروح لأنف وأذن حنجرة؟ هلا هي اغلب الحالات، احنا بنرجع لاغلب الحالات اللي بتصير عند المرضى نتيجه انسداد مجرى النفس او مشكله اللي بتؤدي لانسداد في مجرى النفس، عاده مشكله بتكون في منطقه الانف او منطقه خلف الانف او بالحل. تمام. من الاسباب اللي بنرجع للاسباب، تضخم قرنيات انفيه فهي موجوده في الانف، انحراف وتيره فهي العلاقة بمختص الأنف، منطقة خلف الأنف لها علاقة بطبيب جراح الأنف والأذن والحنجرة، منطقة الحلق طبعاً لها علاقة لطبيب الأنف والأذن والحنجرة. فبالتالي إحنا يعني تتدرج خلينا نحكي المشكلة وأكثر شيوعاً عن مين بتكون في المرضى اللي بيكون عندهم مثلاً حساسية، حساسية الربيع هي بتصيب الأنف، طبعا المريض بيكون عنده انسداد بالانف، سيلان، عطس، حكه شديده. فبالتالي يعني سواء المريض توجه ل طبيب الانف والحنجره او طبيب الصدريه لازم يتم تقييم المريض بشكل كافي. يعني تقييم المريض بيعتمد على ثلاث محاور. اول شيء المريض من التاريخ المرضي، نعم، شو الأعراض اللي أنت عندك؟ بتحس أنفك مسكر مثلاً؟ أنت عندك مشكلة بالأنف، عندك مشكلة بالحلق، أنت عندك مشكلة بالحلق. أعطيني إيش الأعراض اللي بتصير عند هذا المريض، أو أعطيني إيش تاريخك المرضي، شو بيصير معك، شو في أعراض مرافقة؟ وبناء على هاي السيرة المرضية الدكتور يحدد الأعراض الإكلينيكية. خلال الفحص المحور الثاني اللي هو الفحص الدقيق للمريض، لازم ينفحص من بداية فتحات الأنف لا الرئتين عشان أشوف وين المشكلة وأقدر أحددها. المحور الثالث بتم ممكن نعمل تنظير فحوصات زائدة اللي هي تنظير لمجرى النفس أو مثلاً صورة طبقية لمنطقة الأنف والجيوب الأنفية والحلق لحتى نقدر إحنا نحدد وين المشكلة بالضبط، وين الانسداد اللي بيصير عند المريض اللي أدى للشخير وانقطاع التنفس الانسدادي. اسمحي لي دكتورة، من أسهل الخيارات العلاجية المطروحة هاي الأيام هو الجهاز القابل للارتداء لمنع الشخير، رأيك الطبي فيه بأمانة دكتورة، هل هو فعال وهل هو يحل المشكلة؟ سؤالك ممتاز جدا، وللأسف الشديد احنا عم نواجه هاي المشكلة في السوق انه عم ينصرف جهاز السيباب ل مرضى بعمر العشرين وبعمر الثلاثين بيعانوا من موضوع الشخير وانقطاع التنفس الانسدادي. نعم. احنا كلمة انسدادي معناته انا عندي انسداد في مجرى الانف او في منطقة خلف الانف في مجرى النفس بشكل عام. طيب هلا عشان انا اعالج المريض بالشكل الصح وما يملي علي ضميري، انه لازم انا احدد ايش هو الانسداد عند المريض وازيل هذا الانسداد. غلط اني طبعا اعطي المريض جهاز السيباب يتعايش معه وهو اصلا جهاز جدا صعب استخدامه وصعب التعايش معه،
لحتى أعطي المريض أكسجين وهواء ضد هذا الانسداد. طب أنا في المنطق إنه أعالج الانسداد وأزيل هذا الانسداد، بيرجع نفس المريض طبيعي، بيروح الشخير، بيروح انقطاع التنفس الانسدادي. أنا حليت المشكلة من جذورها. أنا زي مثلاً لما تيجي تحكي لي إنه أنا عندي دكتورة حرارة، نعم، باجي بعطيكي بنادول، نعم، أنا خفضت لك الحرارة بس ما بسبب الحرارة أنا عرفت إيش المشكلة وين. فبالتالي لازم أنا أحل المشكلة الأساسية لانسداد مجرى النفس أثناء النوم، نعم، قبل لا أعطي جهاز السباب. جهاز السباب للعلم بينعطى للمرضى كبار السن فوق 70 سنة، اللي إحنا ما بنقدر نعملهم مثلاً أي إجراء جراحي، مثلاً إذا كان عنده انحراف وتيرة أو إذا كان عنده قرنيات أنفية أو لحميات أو تضخم لوز. هاي المشكلة إحنا بنقدر بعمل إجراء جراحي بسيط جداً وسهل وغير مؤلم داخل المستشفى تنحل المشكلة، إنه إحنا نحل مشكلة الانسداد اللي أدت لهاي المشكلة وما نحتاج لهي الأجهزة. اسمحي لي دكتورة، يمكن كثير بيجيكم مرضى عايشين على بخاخات الكورتيزون، بحكي لك أفضل ما ألجأ لعملية وأكثر العمليات، صدقاً بحكوا لك مرة ثانية بعيدوها ومرة ثالثة بعيدوها، ممكن ترجع للجيوب، ممكن ترجع للقرينات إلى آخره. هذا التوجه صحيح دكتورة؟ وما هي الأضرار المتوقعة من الاستخدام المفرط والعشوائي لبخاخات الكورتيزون؟ هلأ بخاخ الكورتيزون هو احنا بالنسبة لنا للمرضى مثلاً اللي بيكون عندهم حساسية، عندهم تضخم قرنيات أنفية، عندهم لحميات، ولكن حسب درجة شدة الحساسية عند المريض. يعني عند المريض أنا ممكن أعطيه بخاخ الكورتيزون لفترة محددة. نعم. هلأ احنا بنواجه مشكلة انه أول إشي التزام المريض بالبخاخ يعني صعب جداً، ومش من المعقول انه انا اضلني دائما على بخاخات الكورتيزون. طبعا هي بخاخات الكورتيزون لها اثار جانبيه مثل تعمل جفاف، هي استخدامها امن يعني بالانف لانها بخاخات موضوعيه ما لها امتصاص للجسم، فبالتالي ما في عندنا احنا مضاعفات الكورتيزون. ولكن اذا المريض عنده مثلا لحميات كبيره، هلا البخاخات ما بتفيد بهذا الموضوع. اذا المريض بده يعيش حياته بشكل طبيعي، وأفضل حلول أو الحل الجذري خلينا نحكي إحنا لهذا الموضوع اللي هي القرنيات، انحراف الوتيرة طبعاً ما بيتم يعني إعطائه للمرضى اللي ما بنعطيهم البخاخ. ليش؟ لأنه انحراف الوتيرة دائماً تداخل جراحي، ما بيزبط إنه أعطي بخاخ. إحنا بنعطيها للمرضى اللي بيكون عندهم تضخم قرنيات أنفية أو لحميات. ممكن نعطيها دكتور للأطفال اللي صعب مثلاً نجريلهم تدخل جراحي؟ فيش عندنا أي صعوبة في تخدير أي طفل. أي طفل. لا دكتورة، بس عشان انحراف الوتيرة يمكن أنتوا عندكم محاذير طبية. هلأ انحراف الوتيرة إحنا بنحكي لعمر 17 سنة. هلأ المشكلة اللي بتصير عند الأطفال بتأدي للشخير وانقطاع التنفس الانسدادي، هي مشكلة واضحة جدا، تضخم النامية الخلف أنفية وتضخم اللوز. فبنيجي إحنا بنعمل للطفل هاي العملية اللي هي إزالة النامية الخلفية وإزالة اللوز، لأنه إحنا بعد عمر 6 أشهر ما إلها فائدة اللوز. نعم. لازم نكون عارفين هاي المعلومة. مش المعلومة المتداولة إنه لا إذا أنا شلت اللوز مناعتي بتضعف. صف دفاعي. لا إحنا لعمر 6 أشهر، بعد 6 أشهر ما بدنا إياهم اللوز. إذا كانوا كبار وعاملين عنا انسداد في التنفس لازم نشيلهم. للأسف الشديد المعلومة المتداولة ما بين الناس إنه في علاجات وبخاخات كورتيزون أو علاجات بتذوب اللحمية وبتظهر تغني عن الجراحة، هاي المعلومة خاطئة. نعم. هي الحد أو الحل الأول والأخير بهذا الموضوع هي الجراحة، وهي الجراحة هلأ حاليا يعني بنظرة لتطور العلم عنا التخدير جدا صار موضوع سهل جدا، تنعمل العملية آمن، تنعمل العملية كجراحة يومية بدون ألم. طبعا القرنيات الأنفية احنا صرنا نعملهم ببعض يعني بنستخدم أجهزة حديثة مثل الليزر. بتصغير القرنيات الأنفية، فهاي ساعدت على الريكفري أسرع للمريض بعد العملية. فهلا في بعض المرضى اللي بيرجع عندهم تضخم مثلا يعني هلا اللحميات واللوز يعني إذا عملت بشكل صعب هي ما بترجع، ولا انحراف الوتيرة الأنفية بيرجع،
بعض الحالات للمرضى اللي بيكون عندهم حساسية جدا شديدة، إذا إحنا عملنا تصغير للقرنيات الأنفية بعض الحالات ممكن إنها ترجع. نعم. ولكن إذا عمل تصغير للقرنيات الأنفية بشكل كافي ووافي وتحت التخدير الكامل، يعني هذا لا يعني أنه نطلق حكم معمم على كل حالات أنه ستعود. لا. بالتالي لا. الشخير مشكلة مزعجة لكن حلها بسيط مع تطور جدا العلم. كل الشكر لوجودك معنا دكتورة سمية طوالبة، استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة، لهي الإضاءة المهمة اللي اليوم حكينا عنها بموضوع الشخير. شكرا لحضورك معنا. حبيبتي يعطيك ألف عافية، وشكرا لكم لتوصيل المعلومة المهمة لكل مرضانا وللناس.